هاي ناي اللي موسيقية شرقية هوائية أساسية بالموسيقى العربية. كلمة ناي فارسية وبتعني المزمار. هالآلة تعتبر من أقدم آلات النفخ يلي اخترع الإنسان من الطبيعة واستخدمها المصريين القدامى والبابليين. بتتم صناعة الناي من القصب البري وفي منها نوعين القصير والطويل. تتكون من 9 عقد فيها 6 فجوات من فوق وفجوة واحدة من تحت. بيشتهر الناي بموسيقته الناعمة يلي تعتبر حزينة. بيصدر الناي نغمات بيتون نص تون وثلاث ارباع تون بدقة كبيرة وبيضطر العازف لاستخدام أكثر من آلة واحدة لتغطية نغمات المقطوعة الموسيقية وعادة بيكون العدد 7. بس مين قال إنه عازف الناي الشاطر بيقدر يكتفي بثلاث أو 4 ناي ليتحيل على المقامات ويقدم كل النغمات؟ أنا قال بشوفكم بكرة.